رمضان كريم ولمتنا تحلى بعد الفطار بطبق خشاف. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وتعالوا النهاردة نعمل أحلى وصفة لخشاف رمضان. يلا بينا نسمي الله. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك. بالله عليكم، وحياة الشهر الكريم المفترض لا تكبروا بخاطري. تمام، معانا بقى عين الجمل، كاجو، بندق، معانا مشمشيه، ومعانا قراصيه، ومعانا قمر الدين. هنعمل ايه من بالليل كده؟ انا بنقع القمر الدين وبنقع القراصيه والمشمشيه. بعد ما بنقعهم بقى بصحى الصبح يعني، وممكن يعني على طول نحطه على النار، بس كده بيوفر في الوقت كتير. بتاخديه بقى بتغليه على النار، وبعد كده لازم في خطوة مهمة عشان يتقل ويبقى حلو كده هقول لكم عليها. جبت البندق وجبت عين الجمل وبديهم تحميصة، وقطعت المشمشية. عايزة تسيبي الواحدة بوحدتها كده براحتك، خطوة مش أساسية. عايزة تقطعيها زي ما أنا مقطعاها كده بتعمل معاكي كتير، وبتبقى أكتر يعني من ما تبقى الواحدة كده. أما القراصية دي هنسيبها كده سليمة. تمام، هنغلي، وحطيت عليهم بالظبط معلقتين سكر. تمام، هحمص بقى يعني البندق مع عين الجمل كده، وبعد كده هديهم يعني اكسرهم كده. انا عايز يبقى مجروش مش يبقى سليم، برضو هيعمل معاكي كمية. تمام، يعني خبطة خفيفة كده هتكسره معاكي. خلاص، حطيت قمر الدين بعد ما برد، هنضربه كده بالهاند بلندر. الخطوة دي بقى الأساسية بتخلي قمر الدين يتقل معاكي ويبقى كله كريمي كده. ما ينفعش خالص ما نضربوش بالهاند بلندر أو خلاص سيان يعني اللي عندك. تمام، في المرحلة دي بقى أنا حطيت كمان 3 معالق بالظبط كبار سكر، غير المعلقتين اللي على المشمشية. طبعا السكر ده اختياري وحسب ذوقك يا ست الكل. بفكرك يا قمر ادعمينا باللايك والاشتراك، بالله عليكم وحياة الشهر الكريم. تمام، هنقلب بقى. بعد ما ظبطته كده هنحط المشمشية والقراصية وشوية من المكسرات الحلوة الجميلة دي. عايزة أقول لك حاجة، أنت ممكن تستبدلي كل المكسرات دي بشوية سوداني يكونوا حلوين وطازه كده، ويعني يكونوا طعمهم حلو، ما يكونش قديم ومش جايب يعني، لازم يكون طازه واللي هو من عند المقله اللي هو مش المالح الدلع. هنزوق بقى كمان بشويه بندق وعين الجمل وشويه كاجو، لزوم بقى ايه الجرنشه الجميله دي. وبس كده الفيديو خلص، يا رب يعجبكم. برضو بفكرك يا قمر ما تنسيش تدعمينا باللايك والاشتراك، واعملوا خير في الايام الكريمه الحلوه دي، لان انا فعلا محتاجه الدعم. وجزاكم الله كل خير، ورمضان كريم، واشوفكم على خير. كانت معكم ميرفت من يوميات لادي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى على النبي.